الصباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبل به أن نحمد الله ونشكره على نعمه. فصباح الخير الذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، وصباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا. صباح السعادة لكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، عبر صباح يتسلل من نوافذ استوديو صباح اليمن اليوم ويملأ الروح سعادة ورجاء وتوكلا. صباح الخير سمر. صباح الخير يا صبري، أتمنى لك يوم سعيد يا رب. نهاية أسبوع اليوم جميلة، في تفاؤل وفي نشاط اليوم إن شاء ودايما الله. نهاية الأسبوع بتكون كذا. مشاهدين ابتسموا ولا تملوا، فابتسامتكم بتحول اللون الأسود لألوان الطيف المشرقة. ابتسموا فابتسامتكم تبعث الأمل والسعادة في نفوس الآخرين. ابتسموا فالابتسامة بلسم لكثير من الألام ولا تحتاج لترجمة، فهي لغة عالمية يفهمها جميع الشعوب. وأنجح الناس في حياتهم الأسرية والعملية والاجتماعية هم الذين يتمتعون بابتسامة جذابة متفائلة صادقة. نتمنى لكم ابتسامة مشرقة عبر صباح اليمن اليوم بإذن الله. المهارات الشخصية تنموية، ويمكن للشباب الاستمرار في تصقيلها عند انضمامهم إلى العمل، خاصة أن المؤسسات والشركات تركز على الموظفين الذين يساهمون بأكثر من تعليلهم إلى مكان العمل بعد امتلاك المهارات الشخصية، لأنها أمر مهم وسيزداد أهمية في السنوات القادمة. هذا هو موضوعنا الرئيس لهذا الصباح. فعلا يا صبري، أصبحت المهارات اللي اعتقدنا أنها ليست ذات قيمة في مكان العمل هي أكثر أهمية من أي وقت مضى. بيحتاج الشباب لإعداد أنفسهم وبناء شخصياتهم أيضا ليكونوا مرغوبين فيهم لدى أصحاب العمل. وفي الملف الطبي أعزائي المشاهدين، دراسة تحدد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض جودة النوم العميق ويمكن إنقاص الوزن بالرغم من تناول وجبات سريعة. وطبيبة بتكشف خصائص غير معروفة للموز. بعد ذلك نذهب بكم لمنوعاتنا الصباحية، وفيها البشرية بدأت في إنشاء شبكة من الطرق منذ 1053 عام، ومن عجائب الخلق الكشف عن مملكة للنملة شيدت بطريقة معمارية شبيهة بالبشر. أعزائي المشاهدين، وفي حكاية الصباح منال حسين يمنية متخصصة في الكرشي والمكرميات سوف تحدثنا عن هذا الفن الجميل الذي طبعا هو ما بين الصبر والإبداع، مسافة شاسعة الكثير من الطموحات. حالة الطقس مع خبير الأرصاد الجوية المهندس رشد العريقي، لكن بعد هذا الفاصل. صباح الخير مهندس رشيد العريقي، نتمنى أن يكون يومك سعيدا خلال هذا الصباح. باش مهندس رشيد، ما هي مستجدات درجة الحرارة العظمى، وهل ستكون مرتفعة في الصحاري والهضاب الداخلية والساحلية، وهل أصبح التواجد آمن في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب، وما هي مستجدات ارتفاع درجات الحرارة أيضا؟ الكلمة لك. أحييك أخي صبري أنت والزميلة سمر وأستاذة البرنامج، وأشكركم على الاهتمام وتواصلكم الدائم معنا. لا يزال المركز الوطني للأرصاد القوية يتابع وفيه معالي المحافظة القوية التي تزايدت شدته بسرعة كبيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء حتى تشكلت عاصفة إعصارية جديدة جدا سميت ديفان جوي، وهي تسمية وقد أصدر الأرصاد حتى الآن 6 نشرات تحذيرية كانت آخرها قبل ساعة ونصف من الآن. ويتمركز هذا الإعصار حاليا شرق وسط بحر العرب ويتحرك ببطء وبسرعة 5 كيلومتر بالساعة نحو شمال موقعه الحالي، ويبعد مركزه حوالي 1270 كيلومتر عن جزيرة سقطرى، لكن سحبه يتصل وآثاره إلى أجزاء واسعة من الخليج. وقد تأثرت عالي البحار مياهنا البحرية الشرقية تأثرا غير مباشر وبأمطار قديرة على خميس سقطرى، ومع الأسف الشديدة في صبري فقد أدت السيول الجارفة لغرق بعض المنازل وغرق الممتلكات وأراضي زراعية وقطع الطرقات في مناطق متفرقة من الجزيرة، وأنباء عن فقدان 17 قارب كانت راسية في ساحل نوبة بسقطرى. وقد هطلت امطار بعض غزيرة خلال اليومين الماضيين على 9 محافظات من محافظة بلادنا، وكانت الأغزى في مناطق جنوب وغرب سقطرى وخاصة قعرة ونوقد وعلى القناوس في الحديدة وكرك والقطيطة وطول البحر بلحم، وهذه في شبوة
لعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وسقيا بركة. وظلت الأجواء الشديدة الحرارة تؤثر على العديد من مناطق بلادنا الساحلية والصعاد والإضافة الداخلية، وسجلت أعلى درجة حرارة في تيوان 40.4 وفي عدن 39.4، عدن 38، في الحديدة 37.7، وفي القيضة 35.5. طيب يا باشمهندس رشيد، هل في انهيارات صخرية أو تدني في الرؤية الأفقية مثلا على الطرقات الجبلية، وأيضا بخص ما يخص الاضطرابات اللي كانت في البحر حول أرخبيل سقطرة، وفي هل أصبحت آمنة الآن أو الإبحار آمن في أعالي المياه الإقليمية في شرق خليج عدن أم لا؟ لا، المركز الوطني للأرصاد الجوية قبل ساعة ونصف حذر المواطنين العاملين في الحركة البحرية وخاصة الأبابنة تسفن بأنواعها السيسمة والصيادين في مياهنا الإقليمية الشرقية وشرق خليج عدن وأرخب السقطرة من سوء الأحوال الجوية والضرورة تأخذ الاحتياطات اللازمة من الاضطراب العالي للأبواق هناك ومن العواصف الرعدية. طبعا الأبواق البحر قدرها ما بين 3 إلى 5 أمتار ونصف، وكذلك حذر ايضا من التدني في مدى الرؤيه الافقيه اثناء هطول الامطار، ويرتح ايضا المركز الوطني للارصاد الجويه الاخوه المواطنين في الصحاري والنظام الداخلي والمناطق الساحليه من الاجواء الحاره وشديده الحراره، وينصح بعدم التعرض المباشر لاشعه السام السلاح في اثناء النهار. هذه اهم التحذيرات، ولذا لابد من استمرار اخذ الاحتياطات اللازمه خاصه في مياهنا الاقليميه البحريه الشرقيه. شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية، ونتمنى يا رب السلامة للجميع ولبلادنا الحبيبة. مع التعرض لمتاعب الحياة العملية يصبح في حياتنا أشياء نريد الوصول إليها أو نريد أيضا التغلب عليها، ولمواجهة هذه الضغوط والوصول إلى النجاح هناك عدة مفاتيح للنجاح في الحياة والوصول إلى السعادة بالتغلب على المشاكل والمتاعب، بالسعي أيضا للحصول والوصول إلى النجاح الدائم في العمل والحياة عامة. هذا هو طبعا ما يسعى إليه الشباب، خاصة الذي بيتخرجوا بعد الجامعة ودخولهم غمار سوق العمل. فيجب ألا ييأسوا ولا يفقدوا الأمل، لأن الأمل هو المفتاح الأساسي في النجاح، هو الأمل والثقة في الله أولا طبعا، ثم ثقة في النفس في هذه الحياة مهما ضاقت بنا. ونتذكر دائما ويتذكر شبابنا دائما بأنها ما ضاقت إلا لتفرج، ولنعلم أنها ستذهب كما ذهب غيرها من المشاكل ومن الأزمات، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وأول خطوات النجاح هو فهم ومعالجة أسباب الفشل والاستفادة من أخطاء الماضي، وكلما سقطت على الأرض عليك النهوض مرة أخرى. وأولى خطوات السير على طريق النجاح هو التحلي بالأمل دائما مهما كانت الصعاب. ضيف الاستوديو مشاهدينا اللي شرفنا ونورنا هذا الصباح دكتور محمد فخر استشاري إدارة التغيير والتطوير المؤسسي، أسعد الله صباحك يا دكتور. صباح الفل يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الخير أيها القائد. صباح الخير. اشتقنا لرؤيتك، يعني شرف لي طبعا. الحمد لله على سلامتك ونورت مصر. الله يسلم حضرتك، ودايما تجيب لنا في الصباح يعني الأمل والإشراق. الصباح دايما هو مفتاح النجاح، وتعلمنا منك الكثير في حلقات ماضية. دكتور محمد، يعني تطوير الذات هل هو أحد مفاتيح النجاح لدى الشباب، أم أنه منهج يعمل على تنمية واكتساب أي مهارة أو معلومة أو حتى سلوك يجعلهم يشعرون بالرضا والسلام الداخلي ويعينهم أيضا على التركيز على أهداف هذه الحياة؟ خلينا نتكلم الأول في حاجة لطيفة. أنا يعني بعتبر نفسي فرد من القناة، مش مجرد ضيف. يعني لما بتجيبوني الصبح دايما بربط دايما بين إشراقة الصباح وتكرار هذه الإشراقة وفكرة تطور. ما هو إحنا الدنيا بيطلع صبح ويجي بالليل ويطلع صبح ويجي بالليل، فدي سنة الحياة. فهيجي لنا حتة نبقى فيها أمل، وهيجي لنا أجزاء نبقى فيها الحركة سمتين وأنواع يعني المضايقة أو اليأس أو دفع. الشباب بيفرق في إيه؟ الشباب لذيذ قوي. الشباب هو صغير عنده قوة دافعية عالية وعنده رغبة في الحياة، لكن ما عندوش experience ولا خبرة. فأول بيجيله حاجة بتفرحه زي الصباح اللي نتكلم فيه، بيسعد جدا وينطلق. تجيله حاجة أقل جودة لشباب المساء مثلا، فيبدأ يحس بالdepression أو الإحباط. لكن دايما بيقول لهم إيه؟ التطور. وحاجة قلت كلمة التطوير، هي مش التطور، هي التطوير على وزن التفعيل. فمعناها أنها عملية مستمرة على طول.
فكرة الشباب كان في حد ذاتها فكرة أكتر منها بني أدمين. شباب كفكرة هيجي النهاردة شباب بكرة يكبروا يحل محلهم شباب تانيين. فخلينا نتفق على شيء مهم جدا، أن فكرة الشباب على طول موجودة، فكرة التطوير على طول موجودة. التطوير ليس استراتيجية وليس أكشنز أو أفعال بنعملها، التطوير حتمية. وفي قاعدة بتقول إيه في علم التغير؟ من لا يتقدم يتقادم. يتقادم طبعا. الله. مش هنفتكر بعض الانواع عشان انا بعمل دعايه للماركات يعني. بعض انواع الهواتف المحموله وبعض انواع السيارات اللي اخذهم نوع من انواع انا في القمه، انا مسيطر على السوق، ورفضوا التطور. وانت من انفسهم يعني. مش هنتكلم عن اسماء عشان ما نروحش في مشكله يعني. لكن صحيح. معروفه الاسماء اللي راحت في مشكله كبيره. صحيح. ولما حاولت تتطور بعد كده كان تو ليت بقى خلاص، فات القطار طبعا. طبعا لانه في يعني شركات ثانيه خلاص دخلت المنافسه واثبتت وجودها وجدارتها، ومحدش هيسيبك يعني. هو الفكره انا اقول انا مسيطر، انا في القمه، لا أنا في حد تاني شغال معايا. صحيح. فالمهارات حاجه بتتكلموا على مهارات التطوير، اه لازمه طبعا. هقول بس حاجه صغيره جدا عشان الشباب يبقى مرتاح. اوعى حد من الشباب يفتكر ان احنا بنتكلم من طرق الاكبر سنا شويه، لو احنا يعني اللي فوق الثلاثين عشان ماشيه كده، ان احنا ما بنمرش بفترات المضايقه والاحباط، بنمر بيها طبعا. انما الفرق في ايه؟ فرق ان احنا عندنا التجربه اللي قبل كده قالت لنا ان بعد الليل بيجي النهار، خلاص قصه مشهوره جدا. صحيح. واللي هيفضل في الليل هيندثر بقى، هيظل نايم طبعا. طبعا. ودي رساله بوجهها حضرتك وانا لناس كتير في منطقتنا، يا جماعه اتحركوا، العمل العمل ده. لكن انا وحضرتك وكل الكبار بيمروا يعني، احنا الاكبر سنه بنمر فترات برضو فيها مضايقه وفيها احباط وكل، لكن بنقف نقول تاني هو الصبح مش طلع، يلا بينا معاه نكمل الصبح بتاعه، بدايه جديده طبعا. يعني دايما اتس بدايه جديده. صحيح. يعني اتس نيو بيجينينج، هي بدايه جديده دايما. صح. بينا او من غيرنا البدايه شغاله على فكره، ف يعني ننطلق معاها بقى. طيب يا دكتور، بعض الشباب يعتقد مثلا، او مش كل الشباب، بعضهم بيعتقد انه مجرد انه انا في سوق العمل وكل يوم بروح على عملي خلاص انا تمام، انا هذا الوضع الطبيعي. وبعض الشباب يعتقد او بيبدا في انه لا يطور من عمله ويطور من نفسه، اذا في مهارات اخرى مثلا بيبدا يمارسها، اذا في حتى لغات اخرى كمان بيبدا انه يعني يطور فيها. فهل الشباب اللي معتمدين على مثلا على مصدر دخل واحد وعلى عمل معين، هل كمان سياستهم صح او تفكيرهم صحيح؟ خلينا نتفق على حاجه، ان ربنا لما خلق الكون خلقه بحكمه شديده، ودراستنا لبعض الظواهر الاحصائيه بتقول الكلام ده. في حاجه مشهوره جدا اسمها منحنى التوزيع الطبيعي اللي بنسميه شكل الجرس في علم الاحصاء، بيقول ان الصفوه نسبه صغيره جدا فوق، والعامه نسبه كبيره تحت، وفي النص الطبقه الوسطى، وفوقيهم الابر ميدل او البرجوا او الطبقه فوق متوسطه. ليه بنقول الكلام ده؟ ان حتى توزيع الطموح ماشي كده، في صفوه عندهم طموح عالي، ودول اللي في يوم من الايام هيكونوا هو او هي في القياده. وفي العامه، وده ما يعيبهمش على فكره، العامه ده مجرد توصيف يعني، اللي هم هيردوا بالحاجه بتقولي عليه بقى، بروح الشغل كل يوم مبسوط باللي انا فيه. هل في صح وغلط؟ لا، ما فيش صح وغلط، هي اختياراتك بقى. عايزه تتطوري وتكبري وتبقي في القياده، يبقى هتضطري تطوري نفسك. حضرتك سعيده باللي انت فيه، هتفضلي في المكان اللي انت فيه، وبينهما طبعا طبقات في النص. انما عشان نتطور بقى، نلخص القصه، عشان نكبر، عشان نبقى في مركز قيادي، نتعلم نتطور، دايما ننظر للحاجتين بنسميهم احنا النقطة ألف والنقطة ب. ايه النقطة ألف والنقطة ب؟ أنا واقف فين وعايز أروح فين؟ فدي الرؤية بتاعتي. هوصل من ألف لبيه إزاي؟ دي الاستراتيجية اللي هشتغل بيها. الخطة المحددة الأوبجيكتيفز أو الأهداف اللي هتوصلني عبر الاستراتيجية للهدف المطلوب. هل كلنا بنفكر كده؟ الإجابة لا طبعا. أكيد كل واحد له تفكير مختلف. لأن ربنا عادي الحقيقة، لو كلنا بنفكر، تخيل بقى لو كلنا قررنا نكون قادة في يوم من الأيام. يعني صعبه صح، انا اتخلق فوق يعني. صحيح. انما اللي بيحصل ان بعضنا بيرضى بحته معينه، بعضنا بيحب يطور الحته دي، بعضنا بيكمل. خليني ارجع لحضرتك ولا حضرتك اللي قلتيه الاستاذ صبري وقلتوه مهم قوي، هل المهارات التقنيه كافيه للتطور في الوظيفه؟ ده سؤال مهم جدا. بمعنى، هل كل طبيب شاطر يصلح وزير صحه او مدير مستشفى حتى؟ هل كل مغني كويس ينفع يبقى مدير اوبرا او وزير ثقافه؟ لا، هي دي اللعبه كلها. كل حاجه بتكبري في البوزيشن او في المكانه، صح، بتحتاجي ما يسمى بالمهارات الناعمه، سوفت سكيلز، اللي هي مش شرط تكون طب ولا هندسه ولا حتى ميديا ولا كلام من. تمام. تحتاجي تطوري مجموعه مهارات بقى نتكلم عليها لو حبيتي، مجموعه مهارات اللي الشباب لو طور نفسه فيها
على قدر تطويره، على قدر وصوله في المنظومة فوق. لكن ممكن يا دكتور هذه المهارات اللي ذكرتها ممكن بعض الشباب مثلا يحاول أن يطور نفسه فيها بس ما ينجحش فيها، ما يجدش نفسه أو شخصيته تتناسب مع هذه المهارات. عشان كده الشباب محتاج ان يشتغل مع الاكبر سنا، حاجه اسمها الكارير جايدنس او الارشاد المهني. بنقعد مع حد اكبر بيصنف حتى في ثقافتنا العربيه اللي هو حكيم القبيله او حكيم القريه، وبيقول له تعالى انت عايز تروح فين، طب يلزمك 1 2 3 4، وترجع لما تبدا الاكشن بتاعتك او الخطه بتاعتك ارجع لي تاني عشان اقول لك انت هنا عملت انجاز ولا عملتش انجاز. قد يحدث تماما على فكره عبر الرحله دي شفت تغيير. ناس كتير، انا شخصيا ويمكن مستر صبري عارف، احنا اصدقاء عارف تاريخي، يعني انا عملت 3-4 نقلات في حياتي، لو كنت قلتهم للناس اللي كانوا عايشين معايا زمان بشكل كلاسيكي كان ممكن يعني يطلق عليا رصاص في ميدان عام. يعني لما انا في اشخاص ما بتحبش المخاطره، ما هو ده صعب. على بصي، نو بين نو جين، لا الم لا تقدم او مكسب، ما فيش مخاطره خلينا قاعدين. انما كل ما تاخدي مخاطره، بس مخاطره محسوبه، calculated risk. طب محسوبة ازاي؟ بعرف ابعادها، بعرف المخاطر اللي ممكن امر بيها. عندي خطة طوارئ هشتغل عليها، عندي من يرشدني واثق فيه، وعندي خطة واضحة لهذا التطور تماما. مرجعنا تاني، هل المهارات دي يمكن ان انا اتعلمها وما انجحش فيها؟ الاجابة يحدث هذا الكلام، فمحتاجة حد مرشد معاك يكون يقدر يوجهك على طريق مظبوط. طيب دكتور محمد، هناك بعض التجارب الرائدة في الوطن العربي، هناك دول يعني تعمل على رؤية 2030، وهناك أيضا يعني مثل الإمارات والسعودية استطاعوا أنهم يشتغلوا صح يعني على بلدانهم، هناك أيضا دول أوروبية تعمل على 2050. لكن يا دكتور محمد يعني على الضفة الأخرى للأسف هناك دول تشتعل فيها نيران الحروب، بلدي المفدى اليمن، سوريا، ليبيا، الاضطرابات اللي حاصلة في العراق، الأزمة الاقتصادية في لبنان. يعني هذه الدول يا دكتور محمد أين ستكون في 2030؟ بمعنى أنه هناك دول ستكون في الجانب المظلم من الكرة الأرضية. أمراء الحرب، ماذا أعددتم لبلدانكم؟ كيف أهلتم يعني شبابكم؟ أين مستقبل شبابكم؟ الآن نحن في اليمن يا دكتور يعني آلاف المصابين بالألغام الفردية. للأسف الشديد لدينا الكثير من الشباب أصبحوا معاقين، ربنا يشفيهم يعني. وهذا طبعا بشكل عائق كبير لدى الحكومات العربية. ماذا أعددنا؟ ما هي الرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الدول العربية لمواجهة التطور الهائل الذي يحدث كل يوم؟ نحن في تسارع والنجاح لا ينتظر أحد. هو بس اسمح لي اشيل حرف واحد من جملتك الرائعه. تفضل. هقول تشتعل فيها النيران، مش كده؟ انا هشيل حرف التاء الثاني، تشعل فيها النيران. قصه مختلفه شويه الحقيقه. انا يمكن تشرفت بزياره بلدي التاني اليمن اكثر من مره، ويعني ليا تجارب في التطوير المؤسسي في صنعاء وفي الحديده، يعني شفت المكان عامل ازاي. خليني اقول لحضرتك ان انا اول تجربه مثلا في اليمن بالذات يمكن وانا مسافر لم أكن أعرف أن اليمن فيها كل هذا الجمال الطبيعي. أني خدت الطيارة بتاعتي من صنعاء للحديدة، فاكتشفت على ده إحنا في جبال خضراء وفي مناظر أحلى من سويسرا وأحلى من النمسا، يعني مع كل حب البلاد والاحترام يعني. وفي تنوع، في صحراء تحت، في مية، جبل، في وادي، في ناس أذكياء جدا، فكل ده موجود. إنما وفي تجارب على فكرة في المنطقة العربية مهمة جدا، بحكم أنا مهنتي في التطوير بشوف تجربة 2030 وبعض الدول 2063 موجودة ده شغالة. هي بس ماذا يعوق التطور؟ يعني عشان نتطور محتاجين نجاوب على 8 أسئلة مهمين جدا. الأسئلة دي لو إجابتها بنعم التطور أو الخطة الموضوع هتمشي، لو إجابتها بلا بيجيبوا الناس اللي زينا كده يشتغلوا على تحويل الإجابة من لا إلى نعم. أهم سؤال في التطور واللي حضرتك ذكرته إن بيعوق التطور في المنطقة دي، بيقول لك إيه؟ هل لدينا عدد كاف من المشمولين بعملية التغير مقتنعون بأهمية وحتمية وسرعة التغير أم لا؟ أنت عندك في بداية أي تغير عايزين نعمل، أي رؤية عايزين نعملها، في منظومة إنسانية، يعني في عدد عندنا 105 مليون 110 مليون في اليمن، أعتقد فيها 40 يمكن وصل 40 50 مليون. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. على فكرة دايما بقول ربنا يزيد ويبارك لهم. نقصهم على الحرب يا دكتور. ديفينتلي. حضرتك اتكلمت على موضوع الألغام ده مهم جدا، يمكن هذكره في النص. إحنا قعدنا في مصر سنين طويلة جدا مش يعني مش في موقف ان احنا نزيل الغام الصحراء الغربيه، والناس كانت بتتكلم في مليون لغمه و2 مليون لغمه، ارقام يعني لا ندركها.
لما الدوله خدت قرار باراده انها تشيل الغام على طريق سلاح المهندسين اللي انا شرفت بيه وانا خدمت فيه اتشالت. يبقى القصه بدايه التطور اراده. طب ايه اللي يعوق بقى الاراده دي؟ العدد الناس اللي تحت مظله التطور بينقسموا دايما في اول التغير الى ثلاث اقسام. حوالي 25% اسمهم متقبلون سريعون، بياخدوا الخطه معاك ويشتغلوا معاك، وبنسميهم دايما التشينج كاتاليست او العامل المساعد لاحداث التغير. و50% اسمهم ان بتوينرز او منتظرون، ايه بيعملوا ايه؟ دول بيتفرجوا، لو لقوا ميزه في التطور بيروحوا معاك، ما لقوش ميزه بيرجعوا تاني. و25% للاسف اسمهم ريفيوزرز، الرافضون، ودول عاده بيكونوا ضحيه فكره التطور. طب احنا نطور ازاي ونعمل القصه دي ازاي؟ لازم في الاول عبر اليه اعلاميه، وحضراتكم طبعا اساتذتنا في القصه دي، ان يحدث اعلام مستمر وشفاف وكفء وفعال وواصل لكل طبقات التغير بان احنا اهميه التغير بالنسبه لكم 1 2 3 4. وتاتي الاهميه مش دايما من المكسب اللي جاي من التغير، قد تاتي، وده بقى شكل دولنا العربيه او بعضها يعني، من خطوره البقاء في الوضع الحالي. مش دايما المكسب هو مطلوب، ده في كمان خطوره. النهارده بلد زي بلدي التاني اليمن فيها كل مقومات الحضاره، هيومن كابيتال، راس مال بشري مرعب، ذكاء شديد، موقع جغرافي، موقع جغرافي يعني مش قوي، يعني لو في كلمه بيندر قوي كمان اكتر نقولها. انما ايه اللي بيعوق التطور فيها؟ حاجات كتير قوي. القوى البشريه غير مستغله مظبوط. في اشعال للنيران موجود، مش اشتعال للنيران، في اشعال للنيران موجود. طب نحل القصه دي ازاي؟ يبقى عندنا دايما ما يسمى في علم السياسه بالناشونال اوبسيشن او الاهتمام القومي، بنخلق قضيه قوميه الناس تجري وراها. ايه الميزه وايه العيب في منطقتنا العربيه؟ الميزه ان احنا عندنا جذور ثقافيه وتاريخيه بتقول في انتماء وطني، مهما كتب له ان يظل تحت الرماد او حتى يختبر بفتن وخلافات، لكن يتبقى موجود. هذا الانتماء بيطلع ساعات. صحيح. واحنا عندنا احداث كتير عدت على مراسل هنا، تصوروا ان الشباب في مشكله والشباب مش منطق، وساعه الخطر الناس قامت. بتخيل الوضع في اليمن، في سوريا، في العراق الحبيب برضو اللي فيه مشاكل، ممكن يبقى نفس القصه ساعه اللزوم. فتحط هدف قومي الناس تيجي وراه. تاني حاجه تحط للناس تعريف محدد للنقطه ألف والنقطه ب، اللي هو حضرتك بقى سميته ايه؟ رؤيه الدوله 2030 او 2063. من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في تطوير أي منظومة شركة حتى نقول لازم هنتطور، لا هنتطور يعني إيه؟ يبقى عندي موقف واضح السنة دي وموقف واضح بعد 20 سنة. مفيش شركة في العالم، مش هنتكلم عن دولة بتشتغل يلا بينا ونكبر، والدول أو الشركات اللي تخسر الرؤية تخسر التقدم. يبقى حضرتك عملت الأول مصداقية عند الناس في التطور، وبعت لهم فكرة إن أهمية التطور وسرعته، يعني لازم النهاردة قبل بكرة ما يحصلش اللي حصل لبعض شركات المحمول في يوم من الأيام. وحتميته، يعني ايه حتميته؟ يعني هيحصل، فما تيجي بقى نخليه يحصل مع بعض. ثم وضعت تعريف للنقطة ألف والنقطة ب، احنا واقفين فين، عايزين نروح فين، ويا ريت يكون رقميا وله اوبجكتيفز او اهداف محددة. بالضبط. الحاجة الثالثة ان حضرتك بتكون عامل خطة ذات مصداقية، مش بس خطة. احنا عارفين التطور مهم، وعارفين واقفين فين وهنروح فين، لكن هنروح ازاي؟ ازاي دي الخطة؟ وكل ما عبر الآلية الإعلامية أشركت الناس في الخطة ومراحل التطور كل ما كانت الدنيا أحسن كتير. طب أحيانا يا دكتور الشباب خاصة كما ذكر صبري في هذه الدول اللي بتعاني من الحرب ومنها بلادنا الحبيبة، مش بيكون لديهم إحباط، ولكن هم بيكونوا حابين للتطوير وحابين للتغيير، ولكن المنظومة بأكملها مش مساعدة لهم أنهم يتطوروا أو أنهم يتغيروا. فهل ممكن التطوير او التغيير الفردي هل ممكن يساعد ان كل شخص يتغير هو في 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 بيئه عمله الصغيره او في مشروعه الصغير؟ طبعا. خلينا نتفق على حاجه الاول، ما هو المجتمع عباره عن ايه؟ عباره عن مؤسسات، اسر، افراد، مش كده؟ صحيح. فالتطور بيجي الاول من اللبنه الاولى اللي هي الافراد. الفكره كلها بس الاعاقه البسيطه ان احنا لازم نعرف ان كل الافراد دي تبقى عارفه ان خيرها وتطورها من خير وتطور المنظومه كلها. صحيح. الاحساس بالوطنيه والانتماء ده مهم جدا عشان تتحرك، بس كل واحد هتتحرك في تخصصه. ممكن طبعا عبر بقى مجموعه مهارات، لو حابه نقولهم لحضرتك، يعني مجموعه مهارات يتحلى بيها الفرد مثلا هو او هي، على فكره مثلا احنا بنتكلم في تمكين المراه، اكيد طبعا الشباب، ايوه الشباب الكل، نساء او رجال، نساء ورجالا اكيد. في مجموعه مهارات لطيفه جدا ملهاش دعوه خالص بالطب والهندسه والمحاسبه والاعلام، لان دي مهارات فنيه. ما ينفعش يبقى عندي حد ما عندوش مهاره التواصل، وكلكم شفتم اطباء شاطرين جدا في يوم من الايام رفضتوا تروحوا لهم العياده بعد كده، مع انهم شاطرين فنيا لكن ما عندهمش قدره على التواصل مع حضرتك. وتواصل يعني ايه بمنتهى البساطه؟ يعني ايصال الرساله مظبوط،
مستمع جيد. مستمع جيد. حضرتك قلت استمع فعلا مش سمع استماع. أيوه. نمرة اثنين يبقى عندهم قدرة على التفاوض الفعال. ما ينفعش أدخل أنا مع مديري وأنا حاسس إن أنا أهم واحد في العالم وعايز أكسب أنا المفاوضة أو مديري عايز يكسب، إحنا لازم نوصل لحل يتراضى عليه الأطراف كلها. قدرة على العمل في فريق وده مهم جدا. خلق البشر جماعات وأفرادا جوه جماعات. فدي مهمة قوي يبقى عندنا عمل جماعي، تواصل، حل مشكلات، طرق حل مشكلات علميا، اتخاذ قرارات، قدرة على التفاوض، قدرة على عرض أفكار، يبقى دي مهمة قوي. طب احنا هنتناقش يا دكتور في هذه المهارات ولكن بعد هذا الفاصل البسيط. مشاهدينا، تطوير الذات لمجهود الشباب وسعيه ليكون أفضل مما هو عليه عن طريق تحسين قدراته وإمكانياته ومؤهلاته أيضا، هذا بيكون بمعرفة نقاط القوة في شخصيته وتطويرها، وبيشمل أيضا هذا التطوير القدرات العقلية، مهارات التواصل مع الآخرين كما ذكر الدكتور، وتحسين القدرة على السيطرة على النفس والمشاعر وردود الأفعال. أيضا يا سمر، إكساب هذه المهارات أنه يكون بشكل يعني جميل في السلوك الإيجابي وتطوير الذات، طبعا أهمية كبرى سواء للفرد أو للمجتمع، أيضا تختلف أهميته من شخص لآخر في الدرجة أو المستوى، وكلما زاد الشباب من تطويره لنفسه على مركزه في المجتمع وأصبح أفضل، ويعود أيضا تطوير الذات إلى المدربين والعاملين عليه، حيث أن لكل منهجه الخاص به، ولكن الأكثرية يبدأون بتطوير الثقة بالنفس أولا كمدخل لتطوير الذات وتطوير أيضا مهارات الشباب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كنا يا دكتور قبل هذا المشهد كنا بنتكلم عن المهارات اللي يجب أنها تتوافر في الشباب أو يبدأوا يتعلموها وأنها تكون موجودة فيهم لتطويرهم من أنفسهم. عجبني بس حاجة حضرتك قلتيها قبل الفاصل على طول لما اتكلمتي عن إدراك نقاط القوة عند الشباب، عجبني قوي أنك ما قلتيش وإصلاح نقاط الضعف. الحقيقة كان التوجه القديم في التطوير المؤسسي كلاسيكي، يعني نحن عشان نطور مؤسسة بنشوف نقاط الضعف اللي فيها ونطورها. الحقيقة الفكر ده قدم قوي، بقى ألطف إن احنا نشوف نقاط القوة الموجودة ونستغلها. بمعنى لو أنا عندي فرد ولد أو بنت قوي جدا جدا في الكوميونيكيشن أو التواصل مع الناس وضعيف جدا في فكرة ترتيب الأفكار والكتابة والتدوين، الفكر الكلاسيكي بيقول انا اطور له الفكره دي واعلمه التدوين، وقال لا الفكر الاقوى من كده بيقول مش هي او هو شاطر في كوميونيكيشن، احطه في وظيفه لها علاقه بالتواصل مع الناس واجيب له حد تاني شاطر في التدوين ويعملوا تيم او فريق مع بعضهم. فدايما الناس يعني عشان الشباب ينجح لازم يبص نقاط القوه بتاعته فين. طب نقاط القوه بيجيبها منين؟ من القعده مع شخص اكثر نضوجا شويه، يعمل له حاجه اسمها اسسمنت او توكيد ويعرف هو او هي قوي في ايه. احنا كنا اتكلمنا عن ثلاث مهارات لازمين للحياة، التواصل والعمل الجماعي والبرزنتيشن او التعبير عن الاراء. تعرفي ناس كتير قوي شاطرين جدا فنيا لكن مش عارفين يعملوا برزنتيشن ولا عبر عن ارائهم، وبالتالي بيهمشوا على الجنب، وكثير من الناس اللي مش شاطرين فنيا قوي بس بيعرف يعبر او تعرف تعبر بينطلق. يفضل لك بعد كده قدرة على ايه؟ على حل المشكلات واتخاذ القرارات. يفضل لك بعد كده القدرة على التفاوض، القدرة على التعامل مع الخلافات والكونفليكت مانجمنت. يفضل لك بعد فترة القدرة على مثلا المهارات القيادية، بقى ازاي ابقى قائد. والقيادة ليس معناها انا قاعد بدي الناس اوامر، على فكرة القيادة 11 حاجة لهم علاقة بتوجيه الفريق بتاعي وسحبه ورايا عشان اشتغل في الدايركشن او الاتجاه اللي انا عاوزه. المهارات المساعده دي كان زمان فيش اهتمام بتدريسها، كانت التدريس كله في الهندسه والطب والاعلام والحقوق وكلام من النهارده كل الاماكن الراقيه اللي بتطور بني ادمين بتشتغل على الكريكولم اللي هو المنهج الفني والاكسترا كريكولر اللي هو المناهج المساعده تماما. لكن هيفضل في الاخر في جزء ما بيتقدمش، ما فيه كفايه هيفضل، واحنا بنقول للشباب دوركم ان انتوا توصلوا تسترتش، تشدوا امكاناتكم تماما عشان اللي ربنا اداه لكم امكانيات تعملوا في نطاق اقصى قدره يمكن الوصول اليها. محتاجين الشباب، محتاجين حكمة الأكبر شوية عشان يعرفهم هم فين وعايزين يروحوا فين، والطاقة اللي هم عندهم ما شاء الله بقى ينطلقوا بيها تماما. مشكلة الشباب بقى عامل زي الحصان العربي الأصيل، يعني انرجي وطاقة لكن التراك مش واضح، لكن حط على التراك هتلاقيه بينطلق تماما. وكلنا شفنا ما كنا مراهقين صغيرين اختلافاتنا في وجهات نظر مع أهلنا بقى، وإحنا أحسسنا بإحنا بنفهم كل حاجة، ولما كبرنا قلنا يا نهار أبيض هو كم كان بيقولوا الكلام ده، لكن صحيح. عندهم حق إنهم كانوا صح. طيب دكتور محمد، لا شك إنه الشباب يتأثر بالظروف المحيطة به من كل الجوانب، أحيانا هذه الظروف التحديات تغير اتجاهات وأيضا مسارات الحياة. القصد هنا
الظروف القاهرة التي لابد للشباب فيها، هل على الشباب القبول والتسليم بها، وهل هذا يعني الاستسلام لهذه الظروف؟ لما حضرتك تتفرج ورانا النيل العظيم ده، تتفرج على رياضة القوارب الشرعية، بتشوف، وانا يمكن الناس اللي لعبوا الرياضة دي على قدهم كده، من يمسك الدفة والشراع لا يتحكم في اتجاه الريح، لكن يتحكم في وضعية الشراع بالنسبة للريح السائدة. الظروف القهرية بتيجي على الناس كلها. في نوعين من البشر في مواجهة هذه الظروف، نوع بيخبط ويحط الشراع في الوش والمركب تتقلب، ونوع بياخد الامور واحدة واحدة ويمشي مع اتجاه الريح اللي ممكن التواصل له. فالظروف القهرية بالذات في مجتمعاتنا اللي احنا فيها شرق اوسطية، فرضت عليها ظروف قهرية طبعا، يعني نتيجة بقى حاجات كتير يعني. طب دورنا نعمل ايه؟ نؤمن الاول ان بلدنا هتتطور، وتبقى عارفين هتتطور في انه اتجاه، وناخد بقى الشراع بتاعنا ونستغل اكبر قدر من امكاناتنا الموجودة عندنا لقيادة المركب بتاعتنا او الفرد في اتجاه الظروف دي. هديك اكزامبل او مثل صغير. لما تيجي تقول لي مثلا بلد فيها الناتج القومي الاجمالي قليل، جي دي بي قليل، او بلد فيها متوسط دخل الفرد انكم بير كابيتا قليل، ففي فرد ولد او بنت ممكن يبقى يخبط دماغه في الحيط ويزعل ويتقمص وعايز يهاجر بره ويغرق في البحر، وقصص كتير قوي. ولد او بنت تاني يقول لك لا دي واحده، مش هو الناتج القومي قليل ودخل الفرد قليل؟ طب ما انا اعمل بروجكت او مشروع له علاقه بالريتيل او التجزئه، واكسب من كل فرد حته صغيره قد كده، واعمل جروس بروفيت. وانا بقالي فتره بتفرج على بنات وولاد عاملين مشروعات صغيره جدا ما شاء الله، تصدير وسوق خارجي، لانهم بس خدوا الفكره المظبوطه. خدوا فكره ايه؟ ان انا الظروف الموجوده دي هستغلها لصالح. الويند او الريح جايه لي من الشمال الغربي، مش لازم اسوق المركب في اتجاه بقى جنوب الشرقي يعني، ما انا اركب دي واحده واحده ابدا اتحرك. مظبوط. طيب يا دكتور، بعض الشباب كما ذكرت في البدايه انه حضرتك لك تجارب في تغيير المجال او تغيير مجالاتك، بعض الشباب يعتقد انه اذا فاتوا مثلا سن العشرينات خلاص صعب التطوير وصعب التغيير، فيبدا يستسلم للوظيفه العاديه وروتين الوظيفه العاديه. هل موضوع السن هو فعلا ممكن يكون محدد للشباب، يقدر يعني يحدد لهم اذا كانوا قادرين على التطوير او لا؟ انا مش هرد على حضرتك، انا هحكي لك قصه. اوكي اتفضل. والفضل فيها الاستاذ العظيم بروفيسور توم بويدال، واحد من اساتذتنا اللي علمونا في الماسترز يعني. الراجل ده حضرت معاه اول محاضره، كنا في جرانادا في اسبانيا 2001 لو انا فاكر صح. في الوقت ده كان هذا الرجل العظيم عمره نقول 65 مثلا، وهو راجل لذيذ كده لطيف ومرح ووشه احمر كده بيضحك على طول، ودخل يدينا محاضره عن التطوير والتعليم. اول حاجه عملها عمل حاجه غريبه جدا، دخل الكلاس روم ما كانش ولا كلمه، وراح قافل الباب وفتح الورق الفليب شارت وبدا يجيب اقلام ملونه ويرسم، وطلع رسمه رائعه لو انا متذكر صح كانت حصان، لو متذكر صح يعني. احنا طبعا كطلبه قاعدين بنتفرج مش عارفين كان الراجل بيقول ايه يعني. بعد ما خلص الرسمه دي في ربع ساعه كده او 10 دقايق، قال لي رايكم في الرسمه؟ بعرف ارسم. شور. قال طيب دي بداية المحاضرة بتاعتي، أنا كنت لغاية 5 سنين فاتوا لا أستطيع مسك قلم ولا أرسم، ما عنديش مهارة الرسم، ما عنديش، بصي بقى ما استخدمش مهارة، ما عنديش موهبة الرسم. لأن بعض الناس بتؤمن أن بالضرورة المهارة بتيجي من موهبة من فوق. أنا لا، أنا قعدت في سني ده اتعلمت الأكاديمية بتاعت الرسم، طرق الرسم بجد، وحد عمل لي توجيه أو كوتشيك أشرف على إنتاجي بعد كده، مع تكرار اللي قاله في الفيلم بقى قبل كده، مع تكرار الممارسة وصلت للبرفكشن أو الإتقان اللي انتوا شايفينه. It's never too late. وإحنا عندنا 70 سنة لو ادينا العمر يا رب. أنا شخصيا بدأت أتعلم اللغة الإيطالية من 3 شهور عبر أحد التطبيقات يعني، وأوعدك أن أنا 3 شهور من هاتني بكلم معاكي في برنامج الإيطالي. الفضل مش ليا، الفضل أن أنا الإيميل أو أن أنا ما كبرتش وعارف اتعلم، وبعدين بقى الحرفيه بتاعت التعليم يعني، ما اخدش المعلومه من حد لا يستطيع تعليمي. صحيح. واصبح الان في مصادر كثيره للتعلم اكثر ما تخيلي. صحيح. اكثر ما تخيلي. انت بس يلزمك في المصدر حاجتين اللي بيعلمك يعني، ان يكون لديه مهارتين، مهاره الحاجه اللي هيعلمها لك يعني لغه او هندسه او whatever، والمهاره الثانيه هي مهاره التعليم في حد ذاتها. لكن لا، الاجابه never too late، لا يمكن ان نكون تاخرنا على التعليم على الاطلاق. دكتور محمد، الحوار معك لا يمل، استمتعنا كثيرا بحضورك وبالكلمات الجميلة المحفزة اللي بتعطي الشباب دائما جرعات أمل، ونحن فخورين بك دائما. كنت ضيف عزيز علينا خلال هذا الصباح، شكرا جزيلا. مفتخر بيكوا دائما، وبعتبر هنا جزء من بلدي الثاني اليمن يعني. شكرا يا دكتور. شكرا لك يا دكتور. هكذا يوجد العديد من الصفات التي يمكن أن تساعد الشباب على النجاح، كما ذكر الدكتور محمد فخر، قد يكون الإنسان يجب أن يكون مشرقا من الصباح وأيضا جذابا بصورة غير اعتيادية.
قد يكون أيضا قويا أو حتى طويل القامة، لكن كل هذه الصفات الجذابة قد لا تضمن له النجاح دون امتلاك شخصية وعقلا راجحا، حيث أنه من خلالهما يمكن أن يعمل للوصول للنجاح الكبير ورفض الخيبة والفشل والاستمرار في مواصلة الكفاح مع تحديات الحياة. يمكن للشخص أن يكون على طريق النجاح، لا يتعلق الأمر فقط بالشخص الآخر، فمن المهم أن تعرفوا الصفات التي تمتلكونها والمشاعر التي لديكم بقدر أهمية تحقيق الذات وأهمية اكتساب المهارات العلمية. مشاهدينا، حلقتنا مستمرة وفيها الفقرات والمواضيع بعد هذا الفاصل. للصحة، طلب الباحثون من 15 شاب متطوع بيتمتع بصحة جيدة اتباع نظام غذائي صحي واتباع نظام غذائي غير صحي بترتيب عشوائي لمدة أسبوع واحد فقط. بيحتوي كل نظام غذائي تقريبا على نفس الكمية من السعرات الحرارية، وكانت البيتزا والحبوب السكرية وكرات اللحم ورقائق الشوكولاتة هي الدعائم الأساسية للنظام الغذائي غير الصحي. واحتوى النظام الغذائي الصحي على الزبادي غير المحلى والسلمون والخضروات. كشفت خبيرات التغذية إيلانا سلوماتينا عن كيفية تناول الوجبات السريعة مع الاحتفاظ بإمكانية إنقاص الوزن، لكنها اعتبرت أن هذا خارج إطار التغذية السليمة. وقالت الخبيرة أن إنقاص الوزن بالرغم من اتباع نظام غذائي قائم على تناول الطعام السريع والحلوى معروف منذ زمن بعيد، وتحدث الطبيبة عن الطريقة الصحية لإنقاص الوزن، موضحة أن الشخص خلال 90 يوما الأولى من إنقاص الوزن يفقد الكثير من السوائل، فإذا ذهب في نفس الوقت لممارسة الرياضة فسيتحول جزء من الكتل الدهنية للطاقة وستصبح العضلات أكثر كثافة. أعلنت الدكتورة ماريانا خبيرة التغذية الروسية أن تناول الموز بصورة منتظمة بيساعد على مكافحة حالات سوء المزاج، خاصة لأن الموز مصدر مهم للألياف الغذائية وعدد من الفيتامينات والعناصر المعدنية أيضا، ولكن الفوائد لا تنتهي عند هذا الحد فقط. تقول أيضا أن الحمض الأميني الموجود فيه بينظم مستوى هرمون التستيرون في الجسم أو السترونين في الجسم، لهذا يطلق على هذا الناقل العصبي اسم هرمون السعادة. لأن نقص هذا الهرمون في الجسم يؤدي إلى سوء النوم وسوء المزاج، وحتى أيضا قد يصاب الشخص بالاكتئاب. لذلك فأن تناول الموز بانتظام يساعد على تقليل خطر هذه العواقب المزعجة. وفقا لها فأن الموز غني بفيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي. نبدأ أخبارنا المنوعة مشاهدينا بأن أنشأ البشر إلى حد الآن ما لا يقل عن 21 مليون كيلو متر من الطرق، بما في ذلك طرق المناطق الريفية والطرق الترابية أيضا. وكوكبنا شهد بأكمل وتقريبا على مدى تاريخ البشرية الطويلة مد شبكة واسعة من الطرق في مختلف المناطق باستثناء الجبال والصحاري والغابات وبعض الأنحاء النائية التي لا تزال موجودة في خطوط العرض العالية. طبعا تظهر هذه الأماكن كنقاط مظلمة على الخرائط، لكن عددها ينخفض باضطراد وتم مد شبكات الطرق الأطول والأكثر كثافة في الولايات المتحدة، حيث تمتلك أكثر من 14% من طرق العالم، أي أكثر من 83 كيلومتر، وتليها الصين والهند بنحو 8% و5% على التوالي. أما روسيا فهي ضمن المراكز 10 الأولى، أي في المركز 7، وفيها نفس العدد تقريبا من الطرق. كما هو الحال في فرنسا الصغيرة نسبيا أو ألمانيا، يوجد أقل عدد من الطرق 18 كيلو متر، وفي بلاوة وهي دولة جزيرة تعتبر في المحيط الهادي. ومن حيث الطرق السريعة والعالية الجودة أيضا بتتقدم الصين على الولايات المتحدة وروسيا في المركز 30. ومن حيث حصة الطرق العالية السرعة فإن البحرين والكويت بتتقدمان على بقية الدول. أظهرت إحدى التجارب بمدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة شيدها سرب من النملة
واتخذها مسكنا له، وذلك بعد أن سكب علماء كميات من الإسمنت في العش الخالي بحسب صحيفة الاندبند. وقام العلماء المشاركون في هذه التجربة بسكب كمية 10 أطنان من مادة الإسمنت في عش النمل المهجور، وبعد أن جف الإسمنت الطري باشروا بأعمال الحفر حوله على مدار عدة أسابيع ليروا نتائج عملهم. وأظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة بناها النمل ذات يوم كانت مخبأة تحت سطح الأرض. مرحبا بكم إلى فقرة حكاية الصباح، وهي آخر فقرات برنامجكم صباح اليمن. اليوم يعد الكرشي شكلا من أشكال الحياكة، والتي تتم باستخدام سنارة خاصة لحكاية خيوط الغزل أو حتى خيوط الصوف، وترتكز جميع غرز الكرشي على السلسلة أو على غرزة الحشو، ويتم في غرزة العمود لف الخيط مرة أخرى حول السنارة قبل تشكيل الغرزة. جميع الغرز والأنماط الأخرى في الكروشيه هي مجرد تركيبات مختلفة مشاهدينا من غرزة الحشو وغرزة العمود، وبتتطورت أيضا أو تطورت هذه الحرفة اليدوية في القرن 19 كشكل من أشكال التطريز التي بتستخدم السنارة بدل من الإبرة لتشكيل نسيج من السلاسل المترابطة من الخيوط. ضيفتنا في الأستوديو هي صاحبة هذه المهارة وهذه الأنامل الذهبية الجميلة، منال حسين، متخصصة في الكروشيه والمكرميات. أسعد الله صباحك يا منال. صباح النور والسرور عليكم. صباح الخير يا منال. صباح الخير. صباح الخير. والله أول شيء نورتي البرنامج، منورة فيكم، وأيضا هذه الإبداعات الجميلة. شكرا. شفنا كذا الأستوديو يعني متلألأ اليوم بهذا الفن. شكرا من ذوقك. صباح منال، أنت من أي محافظة يمنية؟ من محافظة صنعاء. من صنعاء. طيب يا منال، كيف كانت بدايتك؟ لماذا اخترتي هذا الفن الجميل والراقي؟ يحتاج طبعا صبر، يحتاج خيال، يحتاج أيضا ابتكار أشياء جديدة بشكل مستمر. حقيقة فعلا هو في الأول تعلمت في المدرسة، كان في الاقتصاد المنزلي، كانت الغرز الأساسية يعني العمود والحشو والنص عمود وكذا. بعدين مع الحياة ولما احتجت أن أنا أتسلى مثلا بشيء رجعت أكمل، قلت أشوف يعني أكمل كذا أشوف إيش متذكرة منها. كملت من النت يعني كملت من اليوتيوب، حاولت أتعلم مثل ما بتشوف كذا، واللي بيحاول بيوصل يعني. فالآن يعني الكروشيا نفسه تطور وأصبح فيه خشب وأصبح فيه ديكورات كثيرة جدا، أنت تصلح منها أشياء كثيرة جدا لو أنت عندك الشغف يعني. فأنا كنت حبيتها، حتى هي هواية ما يعني ما كانت مثلا للرزق أو كذا، بس مع الحياة وكذا استخدمتها أن خلاص نضرب عصفورين بحجر، وبغيت أن أنا أشارك فيها في معارض لكن يعني مثلا ما كانش لك من البداية مثلا مع أخواتك أو أصدقاتك أنه تشتغلوا فيها أو لا 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 لا، ولا كان ولا أمي ولا جدتي ولا أي حدا من أطراف الأسرة من كلها، لا من هنا ولا من هنا. يعني أنت لبدأتي هذا الشيء لحالك؟ في الأسرة كلها ما في حدا بيشتغل خيط غيري، حتى معروفة بمنال الخيوط. طيب يا منال، يعني لا شك أنه طيب انت بتحبي مثلا تبتكري اشياء معينه؟ أكيد. او مثلا الزبائن عندما بيتواصلوا معك بيقولوا لك احنا نريد هذا الشكل المعين او هذه الرسمه المعينه او هذا التصميم المعين؟ هو فعلا بيكون اشكال كثيره جدا يعني لكل شيء، حتى الشنط مثلا في يعني اقدر اطلع لك من الشنط 50 شكل 50 شكل بديكورات مختلفه. كمان ان لما بتغير الخيط نفسه، خامه الخيط بيتغير الشكل نفسه، يعني بيعطيك شكل ثاني لو سويت نفس التصميم بخيطين مختلفين بيعطوك شكلين مختلفين. يعني الخيوط هذه كلها او كل عمل فيهم هو بخيط مختلف، مختلف عن الثاني؟ مختلف اكيد. كل خامه مختلفه عن الثاني. عندك ذا مثلا ذا خيط حرير، هو من في الخامات دي كلها هو اغلى خيط واصعب خيط لانه رفيع جدا شغله. طبعا بيكون دقيق صح جداً. شايف انه خيوطه أيوه. بتكون دقيقه عن أيوه. الغرز بس الباقية. بتكون قطعه يعني صراحه يعني مختلفه ومتميزه، مختلفه وقطعه هي قطعه اكيد صحيح. بس في خيط مثل ذا اسمه مكرميه مصري، وذا خيط اسمه قطن
معروف هنا في يعني اسمه خيط المنجد. وفي خيط سلسله مثلا مثل ده، وعندك ذا خيط مكرميه مصري، ذا خيط مكرميه فرنساوي كذا، في الانواع مختلفه. طيب هذه الانواع بتختلف كمان في قيمتها الماديه؟ أكيد يعني كل خيط له مثلا مبلغ معين؟ أكيد بيختلف، كله بيختلف. ايوه، ولا القطن بيختلف عن الصوف نفسه. الصوف نفسه كذا ماركه، في فرنساوي، في تركي، في مصري. طب ايش في نوع معين مثلا بيكون اسهل لك في الحياكه؟ هو اسهل شيء الخيوط السميكه دي، سهله يعني، هي اللي بتكون سهله حتى لاي احد متعلم جديد. صحيح، اي حدا. انت على فكره لو حبيت، لو قلتي انا ابغى، لو انت راغبه انك تتعلمي على فكره ما بتكملي يومين تعلمتي الاساسيات يعني. بعدين بتكملي، اذا بيكون ابتكار، مثل لما بتتعلمي الطبخ. انت تعلمتي الطبخ، مش معقوله دخلتي طلعتي فنان الطبخ، لا. حابه انت تكملي، انت بتحطي افكار. يعني الان اي شيء اقول لك على حاجه، الاكسسوار ده اللي في الشنطه دي، ده كان في جلابيه، كان اكسسوار في جلابيه كده. يعني انت سويتي له اعاده تدوير، اخذته وحطيته في الشنطه، عطاها شكل ثاني. الحاجات الكليبسات حقت البنات لما بتخرب مني بجمعهم على جنب، بعدين الزقهم في شنطه الاطفال. حلو، يعني اعاده تدوير للاشياء. أيوه، الكمان الموجوده عندنا في المنزل نقدر نستخدمها. ايوه اكيد، اي شيء. وبعدين حتى مثلا لما يكون حدا مثلا يعني لما حدا يطلب مني حاجه، مش بحب التقيد. يعني يقول لي مثلا ابغى كذا، اقول له طيب تخليني على راحتي اطلع لك افضل مما طلبت. طيب يعني في احد مثلا بيراسلك او بيتواصل معك هو حابب تصميم معين او شكل معين؟ اكيد لا، اللي حابب شكل معين، لون معين، خامه معينه، بتصممي له اياه براحته. ايوه. طيب يا استاذه منال، انت بتشوفي انه هذه المهنه يعني لازم انه صاحبها عندما يمتهنها يحتاج الى صبر وبال طويل، لانه انا اشوف انه في صعوبه. أكيد، في موضوع التطريز. أكيد، اللي خارج اللي هي هوايه قبل اي شيء، هي تعد من الهوايات. يعني انت لو تبغاها مثلا تتعلم كذا، لو تاكل بها رزق ولا كذا، مش هتجيب معك، او مش هتبدع فيها لو ما انك حابب. هوايه مثل اي هوايه يعني. حبيتها اكيد طبعا، بعدين بتحتاج صبر. انا عشان اسوي شنطه مثل دي ما مسكت الابره وطلعت معي شنطه. لا، بسويها، ممكن تاخذ معي يومين، ممكن تاخذ 3 ايام، حسب. مثلا في ناس بتكون بطيئه وفي ناس بتكون سريعه. واكيد كان في تجارب فشلت ما نجحتش، صح؟ لا، هو ما في يعني في البدايه كذا مثلا. لا لا لا، ما في حاجه فشلت، ما في حاجه فشلت. هو طيب، الخيط. حلو، انت استخدمتي الخيط، طلعتي به منتج. يكفي ان انت اخذتي خيط وطلعتي منتج، كان ايا كان مستوى، متميز، بسيط، عادي، مقبول، بس طلعتي من الخيط منتج. يعني صنعت. أكيد، هذا انجاز، صنعت، يعتبر انجاز. صحيح، بس يعني انا ما فكيت اي حاجه، سويت. ايوه، الان لما بشوف الشغل اللي بداته في الاول، اكيد بشوفه طبعا، بشوف انه كان تغفيلي غير مضبوط، كان في حاجات مثلا. بتشوفي اكيد التطوير والتغيير. بس اكيد، صح؟ اكيد جدا جدا يعني، لكن مش بشوف انه كان فيه عيب، لا، هو كان في وقته كان ممتاز يعني. يعني للمرحله يعني اللي كانت مبتدئه، كانت تعتبر شيء ممتاز. طيب يا منال، هناك بعض الفتيات عندهن ابداع، عندها قدره انها تشتغل في الحياكه، في النكش، في صناعه المخبوزات، في التراث، في التطريز، في مجالات كثيره تتناسب مع طبيعه المراه. لكن بعض الفتيات مثلا تخاف من مواجهه المجتمع، تخجل انها تعمل في هذه المهن، وربما مع احترامي قد تنتظر مساعده من احد يعني. حقيقي. ما هي نصيحتك له للفتيات اللي عندها حرف جميله وحرف ابداعيه تساعدها على انه تعول نفسها وتعول ايضا اسرتها؟ قبل اي شيء يعني هي تبدا وتتوكل. انا على فكره ما بدات، ما كان عندي يعني داتت شغل لما فعلا حقيقه ان حدا ساعدني. يعني عندنا انقاذ الطفوله كانت بتدعم المشاريع الصغيره، فجابوا لي كميه خامات، ده اللي شجعني. اقول لك ان انا حطني الان وجيب لي اي شكل وقول لي طلعي لي ذا يا منال، انا بطلعه لك. طيب الخامه اللي بطلعها لك، انا ما كان عندي رصيد خامات عشان انا انتج عده منتجات. فلما كان يعني عندي الدفعه، بدات وانا فعلا يعني عندي حماس، لان عندي الخامات واقدر انتج. كم لك سنوات شغاله في هذا المجال؟ كشغل في المجال ده 8 سنوات، لكن تعلمت في ايام المدرسه. ما شاء الله، ما شاء الله. طيب شاركتي في بازارات يا منال؟ اكيد شاركت بازارات كثيره، حتى اليوم عندنا على فكره بازار، يعني تعالوا شرفونا. حتى اليوم انا من البازار. في نادي الصيد عندنا بازار. اذا كانت عاوزه تروح البازار قلنا لازم اول شيء تنورينا في الاستوديو. طيب بتشوفي ان البازارات بتساعد اكثر انك تنتشري وتشتهري والزباين يشوفوكي، يشوفي منتجاتك كمان؟
قبل اي شيء انت طالما صنعتي شيء بيدك، انا جيت لك الان، انت ما اشتريتي مني شيء بس شفتي الاشياء عجبتك، اعجابك بشغلي عني قبل الفلوس وقبل المكسب وقبل البيع كلها، لان انا انتجت شيء ونال الاعجاب. ده قبل اي شيء، خصوصا لما يكون حد بيصلح حاجه بيده. صحيح. بس فالبزارات دي يكفي مثلا ان الناس بتشوفها بتشجعك بتقول لك ايوه تمام كده. وبعدين في البزارات دي لو نزلتي بزارات وكده فعلا في نساء يمنيات كثيرات جدا بحالات مختلفه. في عندنا اختين معاقه، هي معاقه بس بتشتغل وبتيجي البازار وبتسوي شغل مثل ذا وكذا، بتشارك فكمان بتلاقي دعم يعني. شوفي يا منال، موضوع البازارات هو طبعا بيكون مثلا موسمي، يعني بتعملوا في هنا في القاهرة كل شهرين ثلاثة شهر أربعة شهور. هل أنتم مثلا بحاجة إلى أن يكون في تسهيلات معينة مثلا من الجانب المصري مع السفارة اليمنية، يكون لكم مثلا مكان ثابت أو سوق معين؟ يعني حتى لو مساحة المكان صغيرة بس يكون المكان هذا ثابت دوري لبيع يعني منتجاتكم. أيوة. حقيقة يا ريت والله. يعني أنا شفت النساء اللي معي كلهم، في ناس كبيرة جدا وفي ناس صغيرة وفي ناس أصغر مني وفي ناس في عمري كذا، كلهم يشتغلوا يعني عندهم يشتغلوا يطبقوا الليل والنهار يشتغلوا. بس فعلا المشكلة خصوصا أن معظم النساء اليمنيات ما خرجوا الشغل، فإن لو كانت حاجة مثل كذا تكون روعة بصراحة. وعلى فكرة البازار حق اليوم هو فعلا كان تبع السفير وتبع يعني السفير والمحافظ بيسوي تعاون، وبيكون البازار يمني مصري يعني محافظ الجيزة. أيوة بيكون في مصريين ويمنيين ومعظمهم يعني ممكن تلاقي راجل أو اثنين والباقي كله نساء. احنا طبعا انت بتكلمي احنا بنشوف الصور هذه الجميلة من أشغالك موجودة الآن على الشاشة. هذه حقيبة صح ولا لا؟ حقيبة. أيوة حقيبة. وهذه زينة. هذه كنت سويتها، كانت في الكريسماس سويتها ميدالية في رأس السنة. طيب مر الكريسماس وبقيت معي، يعني إيش نحصل؟ سويتها من زينة رمضان. كانت الصورة أيضا المسابح رمضان. وهذه شنطة فعلا يا سمر بتشوفي في جمالية في الألوان أكيد، خاصة هذه الأعمال اليدوية اللي بتكون باليد هو بيكون لها وعلى صحيح فكرة شكل قبل مختلف. أي شيء فعلا الشغل اللي بيكون فيه كذا دقة وكذا، لو كان الضغوط الأرض كلها فوق الإنسان فعلا مجرد ما بيتخلص من هذا وأطلع منتج. أنا جلست الآن سويت القطعة دي بسيطة جدا ما أخذت نصف ساعة بس جبت قطعة خشبة وطلعتها كذا، فعلا ابتكرتي شيء يعني. الإنسان بيشعر بالفخر حقيقة والله. صحيح يعني. فعلا يا منال، خاصة أنه بعض هذه الأشغال اليدوية أو حتى كل الأشغال اللي ممكن الواحد يسويها بيده بتخرج هذه الطاقة السلبية، بتخرج الحالة المزاجية اللي بيكون الواحد فيها مش كويسة بيخرج منها، وما بيكون عندك ملل للنساء اللي هي مش عارفة إيش الفراغ تسوي. أيوة وقت الفراغ اللي بيكون عند الكثيرات منهم. أنا بالعكس يعني أسوي شغلي وأبغى أسوي شغلي وأخلص مذاكرة البنات وكذا عشان وقتي يعني عشان اجري للوقت حقي، لان هذا اصبح الوقت الخاص فيك اللي يعني بتفصل فيه عنك على المشاكل يعني والواقع. لما بتكوني بتسوي منتج مثل قطعه مثل كذا اخذت معي وقت كثير، تحس ان هي لما تنبع فقدت يعني احد ابن الثالث. بس لما انا بصراحه لفت انتباهي من اول ما جيتي هذا، انا حاولت اسويها احمر عشان الشعار حق الغنى الاسم الاغلى على قلوبنا. والله اول ما بلغتوني قريت عند النجار قلت له سوي لي اليمن اليوم. كم اخذ منك وقت الوقت نفسه؟ لا ما اخذت يعني يمكن ساعتين يعني. ما اخذت هي طبعا ده جزء، هي في نحت على الخشب ده ما لنا دخل فيه، النجار بيسويه. الاطار الحق هذا كروشيه، القطعه النازله دي مكرميه، شغل مكرميه. طب وهذا الشغل المكرمي هذا بيكون والبومه دي، شغل المكرميه ده ما بيكون بالابره، بيكون عقد باليد. باليد. ونوع الخيوط ونوع الخيوط اللي استخدمتيها؟ الخيوط دي مكرميه مصريه. مكرميه مصريه. طيب بتشوفي انه الشغل المكرميه هو اسهل من اسهل جدا؟ صحيح، لانه باليد على طول جدا. انا اسوي لك مفرش للطاوله دي عشان اسويه بالخيط ده ممكن اجلس شهرين، طيب عشان اسويه مكرميه يومين عادي، لانه باليد اسهل كذا بسرعه. وتصليح كمان اللي باليد اذا في غلطه او اذا في شيء تصليح بيكون اسهل من استخدام السنارات او اسهل. صحيح. اكيد اسهل جدا يعني. طيب يا منال ايش انت طبعا بتشاركي في بازارات واكيد بتلتقي بالكثير من الفتيات اليمنيات، ايش ابرز الصعوبات او المشاكل اللي بتعانيها الفتاه اليمنيه في الغربه وفي المهجر؟ والله هو فعلا مثل ما قلت قبل شويه، لو في مكان ثابت
وفي معظم الناس مثلا في كذا واحدة مثلا ناس كبيرة في السن أو الناس اللي عندهم إعاقة بسيطة، دول لو حصلوا حدا يدعمهم يعني، أو مثلا في عندنا في واحدة أرملة، في واحدة يعني توفير المواد الخام مثلا، المواد الخام يعني مثلا هم نفسهم لو جيت كلمتهم تقول لك ما يعني ما أبغى مثلا دعم مالي، لا لا أنا أبغى خامات، أقول له مثلا خامات ايش الخامات اللي ابغاها وانا اشتغل، لا تعطيني سمك، لا تعطيني فعلا صحيح. انت لو اعطيتني الان يعني ورحت مثلا الفلوس حتروح صحيح. لا هم يبغوا خامات ويشتغلوا وينطلبوا. وكلهم اجمعوا كلهم ان لو في مكان ثابت يكون في دوري ثلاث اشهر شهرين عادي ما في مشكله، حتى لو نصف دوري يعني للعرض المنتجات. حتى كانوا بيقولوا مثلا لو حتى تبديل مثلا لو المكان صغير مثلا ويعرض خمس اخوات مثلا اليومين، خمس اخوات اليومين الثانيين كذا يعني ما في مشكله يعني. دي اكبر نقطه لو فعلا فعلا تبغوا تساعدوا النساء في الغربه فعلا، لان ما في مكان مثلا نروح نشتغل فيه، والشغل ده اصلا ما له مكان، هو يبغى مكان مثلا معروف ان الناس تبغى تشتري مكان مفتوح طوال العام يعني. لا لا مش هنقول طوال العام طبعا، مش يعني مش هنطمع كذا، لا مكان دوري كل شهرين ثلاث اشهر. والان ولا يمنع من يكون ايضا في مكان ثابت يعني، ما في مشكله بس يعني مبدئيا ما بنطمق صحيح. أيوة لا ولدينا الكثير من الحرف والمنتجات أيوة يعني كثيره كثيره. وعلى فكره يعني في ناس في الشغل اليدوي انا شفت في البازارات سواء مصريين او يمنيين كل يعني يمكن 20 واحده بيشتغلوا خيوط وسبحان الرزاق ولا في اثنين بيسووا نفس الشغل. انا مسويه شنط واللي جنبي مسويه شنط واللي جنبي مسويه شنط، كل واحده لها كل واحد له نظره ولو لمسه، كل واحده لها موديل، وانا مسويه مفرش ودي مسويه مفرش ودي، ما في اثنين متشابهين. طب بتشوفي يا منال انه تسويق لما تسوقي مثلا لمنتجاتك عن مثلا طريق السوشيال ميديا الواتساب وهذه الابلكيشن بيكون هذا اسهل لك من انه يكون لك مثلا محل معين ثابت بتعرضي فيه منتجاتك؟ اكيد. وانا بالنسبه لي افضل تسويق بسوقه بصراحه اني لما بتعامل مع حدا بعطي له قطعه حتى لو ميداليه بسيطه يعني، لما اعطيه الميداليه دي مثلا اعطيها لفلان مثلا بنستخدمها عادي، هو ما يعني بس هيشوفها الكثير هيشوف، لا بغض النظر هي دعايه مثلا ايوه، بس هو لما يستخدمها انا اقول له الان شوف الخيط ده جميل وشوف ما بيغير الوان و الكلام ما بي، طيب خذ دي هديه، طيب بيستخدمها وبيمسكها وبيروح وبيرجع وبيغسلها وكذا، بيشوف ان هي فعلا هو كمان ايضا يا استاذه منال ايضا بيشوفوها الناس صحيح. يعني انا الحين مثلا انا لفتت انتباهي اني في يدك، انا بسالك اشتريتيها من فين اخذتيها من فين ايوه، فانا كذا ايضا انت بتعملي نفسك دعايه متحركه متنقله ايوه. انا بصراحه بعتمد على الدعايه دي صحيح، يعني الدعايه اللي هي الدعايه بطريق غير مباشر بطريق الرشوه يعني يعني ما شاء الله حتى كمان طريقه التسويق والطريقه الذكاء الذكاء في التسويق كمان يعني انا لما اجلس يعني بقول لك لا يعني لا تسمع من اللي بيبيع، انا اقول لك ايوه ده جميل اكيد لاني ابغى ابيع، انت تقولي كذا مثلا لا انا ولا اقول لك اي شيء، انت خذي شغلي، حتى لما حدا بيجي ياخذ مني اي شيء بقول له امسك الشغل الشغل، انا مش بسوي مثلا الشنطه هذه انا ما سويت لها بطانه، اقول له طيب امسك الشغل، امسك خرج لي مثلا اي، شوف وين الفتحه وين القفله وين اخرج لي اي عيب، اقول له خذ الشنطه واعطيها لاخبر خبير بيشتغل خيوط. لما بتسوي الشيء بحب فعلا بتهتمي بادق التفاصيل بالتفاصيل والبسيطه أدق الصغيره التفاصيل، ولا يعني الخيط ده بعد ما تشتغلي فيه وتخلصي بتخفي البواقي الخيوط وتحرقيها، طيب حتى الحرق نفسه ما تلاقي بقول لك انا بسوي بطانه عشان بس اخفي لو في عيوب ايوه لو في عيوب في اكيد احنا بنشتري حتى الشنط العاديه ايوه صحيح او اخطاء او اغلاط او كذا، انا بقول له لا خذ خذها وما تلاقي فيها اي، انا بشتغل قلت لك انا بشتغل هوايه بحب فيعني لما يكون فيها خطا انا نفسي مش بكون مرتاح، ودائما اللي بيصنع بحب على فكره بيوصل كمان بيصنع على اكمل وجه صحيح، وبيوصل كمان للشخص الزبون او اللي بيشوف بيوصل له هذا الحب اللي بيبان في التفاصيل البسيطه والصغيره. هذا طبعا اللي لفت انتباهنا اليوم انه فعلا ما شاء الله عليكي ويعني اتقنتي في مجال هذا الفن الراقي. وبعدين بسوي حاجه مثلا ذي هذه كانت عندي مسبحه البنات قطعوها استغليتي ها استغليناها لا ما شاء الله كمان يعني شاطره في اعاده التدوير واستخدام الاشياء الموجوده في المنزل، واحنا بصراحه استغلينا وجودك معنا لانه كانت فقرتك جميله خلال هذا الصباح. طبعا يا منال نتمنى لك انت وجميع العاملات في المشاريع الصغيره كل التوفيق
واحنا برنامجنا مفتوح لجميع الشباب والفتيات المبدعين هنا في القاهرة. كنت ضيفة عزيزة علينا خلال حكاية هذا الصباح، وهي من أروع الحكايات فعلا. استمتعنا بالحديث عن هذا الفن الراقي اللي بيعلم الإنسان الصبر، وأيضا بيعلم أنه يعني ينمي قدراته أكثر ويبدو أكثر في هذا المجال. منال الحسين شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، أنا تشرفت فيكم. شكرا لك. إحنا أكثر نتمنى لك التوفيق لك ولكل اليمنيات. شكرا جزيلا لكم. اللهم مشاهدينا وصلنا لختام صباحنا معاكم، نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة، نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وجمعة مباركة عليكم مقدما. وهذا أيضا تحيات جميع طاقم العمل خلال برنامج صباح اليمن اليوم. ألقاكم أنا وسمر مطلع الأسبوع القادم، ضيوف مميزين كما عودناكم، وأيضا فقرات متجددة بإذن الله. نتمنى أن تنال إرضاكم وإعجابكم. ابتسموا دائما.